الحاصلة على جائزة لقب المرأة العربية لعام 2014 أمال الباشا من اليمن، أهلا بك. مساء الخير. مساء الخير، وأحب في البداية أن أشكر منظمي هذه المبادرة، مبادرة مناظرة التي جمعت هذا الجمال وهذا الألق لهذا المساء، والتي طرحت سؤالاً ينكش عقول الشباب وعقول الجميع: كيف السبيل إلى التغيير؟ جميعنا نحلم بالتغيير، جميعنا يراودنا الحلم بالتغيير، ولكن أي تغيير؟ الشباب والشابات ليلة البارحة أتحفونا بالعديد من الإجابات، إجابات جعلت بعض منا يبكي، ومنا من دمع، ومنا من تأوه، ومنا من قهر، ومنا من ابتسم وضحك وفرح وهلل وصفق. لا سبيل للتغيير دون سلسلة من الأحلام التي يمكن أن تتحقق إذا ما أردنا التغيير. لا سبيل للتغيير دون أن نقرر التغيير. القرار بالتغيير هي المسألة الأولى، هذا بالنسبة لي. إذا ما أردنا التغيير، إذن نبدأ بنقول بأننا نريد التغيير، ثم تأتي سلسلة المطالب أو الأدوات التي يمكن أن نغير من خلالها. لا سبيل للتغيير دون وعي بواقعنا، بمشاكلنا، بنقاط القوة التي نمتلكها، بنقاط الضعف الإنساني الذي يعترينا، بقدراتنا الإنسانية على التغيير، وبأن لا شيء مستحيل، بأن الأفق البعيد هو أقرب إلينا، ونحن على مقربة من أن نلمس هذا الأفق البعيد. لا سبيل للتغيير دون وعي، دون إدراك، دون إيمان بقدراتنا الإنسانية التي تستطيع أن تصنع المستحيل. لا مستحيل مع قرار التغيير. لا سبيل للتغيير دون أن نعي بأن هذا الكون لم يعد صالحاً للعيش والإقامة بكرامة، وبأن عالماً أفضل ممكناً. لا سبيل للتغيير دون أن نمتلك مقومات العلم. لا سبيل للتغيير دون الفكر، الثقافة، الإيمان بإنسانيتنا وبقدرتنا على المساهمة في مائدة الحضارة الإنسانية، لا أن نكتفي بالقول بأن كنا وابن سيناء وابن رشد وتلك السلسلة المضيئة في تاريخنا. ما الذي نقدمه الآن إلى مائدة الحضارة؟ ما هي أدواتنا في التغيير أيضاً؟ لا سبيل للتغيير دون سلام، دون محبة، دون عطاء، دون قبول بالآخر، دون رفض ونبذ الكراهية والطائفية والتنابز والعنف والإرهاب. لا سبيل للتغيير دون مساواة، دون إنصاف، دون عدالة. لا سبيل للتغيير دون قبول للآخر والتسامح ورفض خطاب الكراهية. هذا التنوع في هذه المنطقة هو غنى، هو ثراء، وأن رفضه ما هو إلا هدر لكل الإمكانيات الممكنة التي ممكن أن تصنع التغيير. التفرقة، التشظي، الرفض، الإقصاء، التهميش، التقليل والتحقير والتصغير من الآخر. لا تغيير بهذه الأفكار وبهذه المبادئ أو هذه الأخلاقيات. لا سبيل للتغيير دون أن تكون هناك مساواة بين الجميع، والإيمان بأننا خلقنا من نفس واحدة،
برفض الضلع الأعوج. لا، لم تخلق النساء من ضلع أعوج، ولم تغوي حواء آدم بالتفاحة، بل أغواهما الشيطان، هكذا يقول القرآن، صح ولا لا؟ لا نحمل الآخر أخطاءنا. التغيير يبدأ بالاعتراف بالخطأ. التغيير يبدأ بأن نغير أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين التغيير. التغيير يتطلب أن نحشد كل طاقاتنا وإمكاناتنا، وأن نعترف بأن زهرة في بستان لا تجعل منه حديقة. الحدائق هي عندما تتلون بالأشجار والأزهار الملونة، هنا تصبح حديقة. وأن نعترف بأن مياه أو قطرات مياه الأمطار التي تتساقط هي التي تصنع الأنهار والبحار والمحيطات وشلالات المحبة. لذلك نحن أمة لها ثراء، لها تاريخ، لها عراقة، لها حضارة، ولنا تعثراتنا، ولنا انتكاساتنا، ولنا أيضا سيئاتنا. فلنرتقي بهذه الأمة، نبحث عن جواهر هذه الأمة من هذا الإرث العظيم. لا ننكسر أمام أخطائنا، فالبشر يخطئ، ولكن الخطأ هو أن نستمر بارتكاب الأخطاء، وأن لا نعترف بأننا نخطئ، وأن نكابر، وأن نرفض الاعتراف بأننا نخطئ. لا سبيل للتغيير دون الاعتراف بأننا بشر وأننا بشر خطاؤون. لا سبيل للتغيير دون أن نعي بأن التغيير ممكن. لا سبيل للتغيير دون أن تكون هناك مبادرة مناظرة، وأن يكون هناك المهندس الجميل بالعباس مهندس هذه المناظرة، ولا تغيير دون هذا الحضور الجميل والأنيق، ولا نؤمن جميعا، فليكن هذا إيماننا، بأن التغيير قادم، وإنه آت، وإنه آت، لا 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 ريب في ذلك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تحياتي. أمل الباشا هي امرأة تقود من أجل التغيير، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، تناضل من أجل حق المرأة، وحق المرأة يعني حق الإنسان.